كوكو البنات، سالي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وان الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحه جيده. دونك المهم، الفيديو ديال اليوم ما غيكونش طويل، غيكون قصير خفيف ظريف على قلبكم، غير باش نبارطاجي معكم الراي ديالي في هاد لاباتيسري بلومي كيكس. دونك البنات، كيف ما راكم عارفين، بالنسبه للحلوه ديال راس السنه ديال العام الجديد، انا كنت خديتها من عند هاد لاباتيسري هادي، وكنت قلت لكم غادي نبارطاجي معكم الراي ديالي بارابور لا كاليتي ديال الحلوه، واش تستحق انها تشرى ولا لا، واش زوينه واش ما زويناش، واش عجبتني واش ما عجبتنيش. المهم البنات، انا غادي نعاود نذكركم هنايا في الفيديو، راه غادي نعاود نذكركم، غادي نحط لكم هنا في شي بلاصه، المهم هنا ولا هنا، غادي نحط لكم البنات الصوره ديال الحلوه اللي كنت خديت من عندهم بالنسبه لراس السنه. والصراحه الراي ديالي هي انها راه الحلوه كانت زوينه زوينه زوينه، جربناها وطلعت زوينه، وهذا علاش اليوم راه كنظن اليوم النهار الخامس مر راس السنه، وقررنا نمشيو كذلك نكومونديو مره اخرى من عندهم، لانه صراحه الكيك كان زوين والانتيريور ديالو كان زوين ولا كاليتي ديال الشوكولات اللي فيه كانت زوينه. البنات، غير باش نعاود نفكركم، انا ما كندير الاشهار لحتى شي واحد، داكور، انا ما كنديرش لا بوبليسيتي لحتى شي واحد. انا من نهار بديت القناه ومن نهار بديت الفيديوهات ديالي، اي حاجه كنبارطاجيها معكم الا باش نعطيكم الراي ديالي في واحد المنتج اللي انا جربته. وعاده فاش كيعجبني واحد المنتج كنعطيكم الراي ديالي فيه، كنبغي نبارطاجيه معكم. فاش ما كيعجبنيش المنتج، الصراحه الاغلبيه تاع الاوقات كنتفادى انني نبارطاجي معكم باش ما نديرش احراج الصحاب المنتج اللي ما عجبنيش البرودوي ديالهم ولا ما عجبتنيش لا كاليتي ديالهم. اللي كتعجبني وفاش كتعجبني كنقول لكم البنات هذه راه انا جربتها وعجبتني وبغيت نبارطاجيها معكم باش انكم تستافدوا، وباش انه علاش لا، اللي عندها شي باغ اكزامبل شي اوكازيون ديال عيد ميلاد ولا اي اوكازيون اخرى. راه صراحه الحلوه ما كتكاش غير بعيد ميلاد، انا شخصيا ما كناكلهاش غير بعيد ميلاد، انا كنقدر نشريها في اي وقت، انا كتعجبني ندير كاسي ديال القهوه كيف ما كتشوفوا معايا هنا. انا بلا انا راه درت المقراج ديالي ديال الماء يسخن، غادي ندير كاسي ديال القهوه حيت كيعجبني نشرب كاس ديال القهوه وناكل معاه حلوه. دونك مره ماشي دائما ماشي يوميا، مي انا الحلوه كيخصها تكون عندي في الثلاجه، كيتعجبني هذه القضيه وكنديرها دائما. ومادام كنت ساتيسفيت من لاكاليتي ديال الحلوه ديالهم وكذلك لاكاليتي ديال الشوكولات، فقلت غادي نبارطاجي معكم الحلوه اللي مشيت خديت من عندهم اليوم، وهذا هو الشكل ديالها. خدينا هذا الشكل هذا اللي هو كله كيتكات وكله دي بونبون للدراري الصغار، وراه صراحه زوينه زوينه بزاف. فانا بغيت غير نبارطاجي معكم هذا الفيديو باش نقول لكم بالنسبه للبنات اللي عندهم شي مناسبه ولا باغيين ياخذوا الا باغيين ياخذوا الحلوه، ف كاليزيت با راه لا باتيسري راه الحلوه ديالها زوينه وتستحق انكم تجربوها. دونك هذا ما كان بالنسبه ديال اليوم، ما لقيناش نفس الشكل ديال المره الفايته، مي راه البنت في لاباتيسري قالت لنا راه نفس، يعني كيكون الحلوه من الداخل كيكون فيها نفس لو كروستيون، نفس مصوبه بنفس الطريقه، يعني بنفس المكونات، الفرق الوحيد هو في لا ديكوراسيون والشكل ديالها. وصراحه حتى هذه راه زوينه زوينه بزاف، انا عجبتني. ماشي حنا ما كناكلوش الصراحه هاد لي بونبون، مي عجبتني بالنسبه للوليدات، لان الوليدات كيعجبهم هاد الحلوه اللي كتكون هكذا مزوقه وفيها هاد الحلوه هادي وفيها هاد لا ديكو بحال هكا. دونك البنات، كيف ما بغيت نقول لكم هو انه هاد الحلوه راه كينصحوكم في لاباتيسري فاش كتشريوها انكم تخرجوها واحد 45 دقيقه قبل، يعني قبل ما تاكلوها، باش ما كتكونش قاصحه بزاف من الداخل، كتكون زوينه في الماكله. المهم كتخرجوها واحد 45 دقيقه، كتخليوها في درجه حراره عاديه ديال على برا، يعني قبل ما تسهلكوها. دونك فوالا، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم.
صراحة خفيف ظريف، راه ما غنطولش عليكم فيه. الفيديو ديال اليوم راه كان غير باش نعطيكم الرأي ديالي في لاباتيسخي والرأي ديالي في الحلوة ديالهم، باش نقول لكم انه صراحة اونيتمون بارلي، النهار الاول فاش مشيت لو ماغازان عند المغازان الاول، دونك بلا ما غادي نعطي بلوس دو ديتاي، فاش مشيت للمغازان نهار الاول جيتي با ساتيسفيت بالنسبه للاكوي، ولكن معليش الحلوه ليسونسييل كانت زوينه، فاحنا نسينا داك لو مالونتوندو ديال لا ريسبسيون ولا ديال لاكوي، دونك سي با تري تري غاف. اليوم راه خدينا الحلوه هادي وهاد الشكل هذا من المغازان الثاني اللي عندهم في كازابلانكا، و دونك فوالا انا كنصورها لكم غير باش تشوفوا الشكل ديالها، وكذلك باش نعطيكم الراي ديالي في لاباتيسري ديالهم، وباش نقول لكم البنات بالنسبه لي ما كانوش زاعمين على هاد بلومي كيكس بحالي انا، بيسكوت انا ما كنتش مجرباهم، وصراحه عمرني ما بدلت امود ولا شيبول ولا لي باتيسري الاخرين اللي هما دائما كنت ساتيسفيت معاهم بلا كاليتي، عمرني ما بدلتهم. مي هادي منين عطاوني الناس دي زافي بوزيتيف عليها جربتها، وتا انا قلت علاش لا ما نصورش لكم باش ننصحكم بانكم نتوما كذلك تجربوها الا كانت عندكم شي مناسبه، كيف ما بغى يكون نوعها جربوا لا باتيسري ديالهم، الصراحه سافو لا بين، انا عجبتني الطوق ديالها زوين وتا الانتيريور ديالها زوين، والحاجه الزوينه عاوتاني باش ما ننساهاش البنات لو ديتاي سي كو فرانشمون هادي باغ اكزومبل راه سي سي بور 8 بيرسون، دونك هادي حلوه ديال 8 الاشخاص، والثمن ديالها زوين، يعني الثمن ديالها راه في المتناول ديال كاع الناس، راه ما غالياش بزاف بالنسبه للمناسبه وعيد ميلاد ولا اي حاجه، راه فرانشمون سي ا ايسيي ما غالياش وزوينه، دونك رابور كاليتي بري راه جي ريان ا دير، جربوها اوردو عليا الخبار. دونك البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، غير باش نبارطاجي معكم التجربه ديالي مع هذه الحلوه هذه والراي ديالي فيها، وتنقول لكم نيزيتي با بالنسبه لي باقي ما جربوهاش، نيزيتي با انكم تجربوها، ندوق انا بعدا غير الحلوات اللي كيعجبوني، نيزيتي با انكم تجربوها راها اكيد اكيد غادي تعجبكم، وردوا عليا الخبر. المهم انا بارطاجيت معكم التجربه ديالي وردوا عليا الخبر بالنسبه للبنات اللي ما كانوش زاعمين عليها وجربوها، قولوا لي الراي ديالكم فيها واش نتوما كذلك تلقيتوها زوينه ولا لا، والمهم كنتمنى ان الراي ديالي ما يكونش ديسيفون بالنسبه للناس اللي غيمشيو غيجربوا لا باتيسري، كنتمنى انهم يلقاوها في المستوى، وكنعاود نجدد البنات بالنسبه لي اول مره غتشوف فيديو من الفيديوهات ديالي وجديده عندي في القناه، فكنتمنى انها دير سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل ما هو جديد ديالي، وما تبخلوش عليا كذلك بالتعاليق الزوينه ديالكم كالعاده، وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، راه انا البنات اي كومونتير الا وكنقراه واخا ما كنجاوبكمش على بعض الكومونتيرات، مي راني تنقرا لي كومونتير الزوينه ديالكم اللي كتوصلني من عندكم، وتنعاود نقول لكم شكرا بزاف بزاف لانكم كتساندوني في القناه ديالي، كتفرجوا الفيديوهات ديالي، كتحفزوني بالتعاليق الزوينه ديالكم، دونك لا كوميونيتي ديالنا راه غادا وكتكبر، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف، كنتمنى انه يعجبكم، وتنقول لكم ا تري بيانتو دون ان نوفو بارطاج و دون ان نوفيل افي بالنسبه للحويجات بحال هكا، علاش لا ملي نشريها وتعجبني علاش لا اللي ما غنشاركهاش معكم، دونك ا تري بيانتو اي غرو غرو بيزو باي.